الله معكن. عم بشتشت حالي، عم بستجمع طاقتي، ما تبقى لنا من طاقة، بس الحمد لله يعني الله العاطي. كل يوم بتحس حالك انك فرغت من بعد طول نهار بهالبلد، تحس انه خلص وصلت على التخت على اخر لا حول ولا قوة، بيرجع يطلع تاني نهار، بيرجع ترجع القوة بدرجات يعني، بس انه الحمد لله شكل الحياة هيدا هو. شو تأقلمتوا؟ تأقلمنا؟ ماشي حالنا؟ أبدا. الإنسان كائن يعتاد على كل شيء، هيدا كوت بس أنه مش قلي، بس أنه لازم نعملها. اللبناني كائن غريب الأطوار، يتأقلم مع كل شيء، ما عنده مشكلة بشيء. بيعمل لك ستوري واقف على الترمبة، واقف يعني بطوابير الزل، عادي بيتعود. أول مرة صعبة، ثاني مرة ماشي الحال، ثالث مرة خلص عادي. كنت عم بيتطمن عني حدا من قريبين امبارح، قلت له وينك؟ هو موظف بنك. قال لي اخد فرصة من البنك و واقف على الترمبة ناطر عبي ب20,000. اخد فرصة من البنك، رايح يعب عادي، بتكمل الحياة، وغدا يوم آخر لأنه تاني يوم كمان بده ب20,000. ولازم دلنا نضحك وبشوشين وفرحانين، طبعا هيدا ضروري. وإذا قدرنا سهرانين ونحجز بالباترون سانسيت، كل ساعتين ثلاثة بيتغير الحجز، يعني إذا بدك تحجز السانسيت المزبوط من 5 لـ 8 مثلا، بدك تحجز قبل بوقت، ما فيك إنه هيك تروح سانسيت على ولا ريزورت ولا مطرح، بدك تحجز قبل لأنه كتير عجب السانسيت. هلأ حلو، هو لذيذ، تقعد تروق أعصابك، بتشوف هالمشهد اللي كل يوم بيصير، ما بده هالانفحاط صراحة، بس إنه حلو. يا الله، بس كل يوم بدك تفرجين الشمس عم بتغيب. شو بسطح منيحة، شو بسطح حلا، شي سطح. صباح الأمل، لك اتنين مرة بعدهم مهضومين، بتشوفوا انفصاماتنا ومشاكلنا. حدا شخص ما بعرف اسمه بعت لي على الواتساب صباح الزل دغري من بعده راغدة، بعتت لي قلوب كتبت لي صباح الأمل. هلا أي المزبوط ما بعرف، بعرف بس إنه ظهرتهم صوته لنشوف. صباح الخير ريما، هيدي سيف الخير. شو بعت لي أنطوان؟ هلا شفتها، بنك إسرائيل المركزي يرفع احتياطاته من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي فوق 198 مليار دولار، ونحن عم نتخانق على الاحتياط الإلزامي 17 مليار وبلشنا نصرف منه، لا كهرباء لا دواء لا محروقات، بس في كرامة. ايه كيو جورج، صباح ريما جيم، هو الأمل. هلا أنا صراحة بعد اللي صار معي يعني ممتلئة بالأمل، بعد ما رجعت على الحياة الطبيعية، يعني مستحي يكون ما عندي أمل. هو أكتر من أنه أمل، هو رجاء، يعني هو اللي بفتكر بخلينا
على قيد الحياة، ما له علاقة بالأشياء اللي منعيشها بيومياتنا، له علاقة بهيدا الجوة. بكل مرة بيكون عم ينطفي بيجي شي بيرجع بإيده بيولعه من فوق، يعني هون على الأرض لا أمل بذلك. أين رفيقتي؟ يعني بتكون واقف هيك عالترمبة عم بتحسب قدي معك مصاري لتجيب أكل لأولادك وقدي بعد رح يقدوك وهيك، ومشاكل والأسيرانس والضمان اليوم اللي قال بس للحالات الطارئة، بس انه بدك تعمل حفلة انه مد رئيس الجمهورية على استصدار موافقة استثنائية لأعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لشراء المحروقات، وبالتالي فان ازمة الكهرباء الى انفراج. يطلع لك هيك تويت مثلا، لازم تبتهج انت، لازم يعني تشكر الرب 100,000 مرة. هيدا الشيء اللي كل شهرين بيصير، وتتشكر ايه؟ تخيلوا تخيلوا كهرباء ما حدا بيحكي فيها بالعالم، بالعالم المتأخر مش المتقدم، ما حدا بجيب سيرتها، هي من البديهيات يعني، وشهرين بس. بيجيك أخونا وزير الطاقة بيقول لك انه هل يعني شو هالتصريح الخرافي، بيقول لك انه شهرين وبعدين الله بيفرجه. طلع متكل على الله كمان اخونا، يعني كيف انه الله بيفرجه يعني؟ طيب اصمد وينني هاو. كنا نسمع دايما انه رزق الله، هذيك الايام اصدقاء لبنان تتذكروا وقت اللي كانوا يهبوا لمساعدتنا، أصدقاء لبنان ما هو تبع الشرق ما هيقتن أصدقاء هيك، بس إنه ما بيعملوا شيء، ما بيحطوا وديعة. تتذكروا أيام الوديعة؟ راحت أيام الوديعة، ليكوا كلهم شالوا إيدهم، حتى أصدقائنا الجدد اللي ما بعد ما صاروا أصدقاء يعني، بس أنه عم بيخبرونا قصة حلوة عنهم، ما قدموا لنا شيء ولو شو الصداقة هاي. كما وأكد وفد البنك الدولي على أن وضع لبنان أصبح محزنا، وعبر مسؤول كبير في الوفد بقوله: أشعر بأسى بالغ على لبنان، أنا أعرف هذا البلد، لم أصدق ما رأيت، هيتو ما راح شف السانسد. هل هذا هو لبنان؟ هل هذه هي بيروت التي نعرفها نابضة بالحياة؟ مؤسف جدا أن تصل إلى هذا الوضع، إزاء هذا الوضع الذي يعاني منه لبنان. لن نقبل بأن يسقط لبنان، كما لن نسمح بأن يجوع اللبنانيون، ولسنا نفهم لماذا لا يتم تشكيل حكومة. هناك مشاريع جاهزة للتنفيذ، نفذوها. هناك قرض 246 مليون دولار، استفيدوا منه وعجلوا به ونحن حاضرون أن نقدم أكثر. هن هيك بدهم، من قلبي دول يعني ريستارت، عرفت كيف؟ انه منخلص هيدا القديم ومنعمل واحد جديد، مش ريستارت، لا، نطفيه منرجع مندوره، نطفيه مننهيه نرجع نعمل واحد عزوقنا. هو الشرق بيحدو كرامة بس. اوكي طيب. طيب ما بعرف اذا حدا منكن انتبه لهالخبر، يعني مش معقول. هيك قبل ما اروح على الصلاة لضحككم شوي، عم بقرا اخبار هيك على الشاشة، على شرطة بلدية صيدا وبيحطوها كل شوي بتقطع،
شرطة بلدية صيدا قبضت على متسول يحمل مادة الحشيشة. لك بس بقى متسول لا وبتمرق كل نتفة، ارجع انا انطرها لترجع مرة تانية. قبضت عليه معطر متسول منه الحشيشة، البلد كله حشيشة بحشيشة. وقال كيف لب لبدين عليكم يعني لو ما كله حشيشة بحشيشة. رحتوا هلا تركتوا الكابتاغون نترات الأمونيوم، عم تشوفوا حالكم بشرطة بلدية صيدا قبضت على المتسول يحمل مادة الحشيشة. طب مش معقول، طب مش معقول، بده يطلع عنده معمل يعني بالآخر. ما هيدا القطاع لو ما مزدهر ما كنتوا شفتوا العالم انه هيك روقان. بعدين هدول بيزرعوا بياخدوا، مش هي المطلوب. لكن اللي عم بيسألوني عن إلي وعماد، إلي منيح، عماد عم يتحسن الحمد لله، ما مخليين له ولا قديس يعتب علينا ولا صلاة ولا ندورة. وشفت أنطوان الصورة اللي بعت لي إياها عصيرة الأولاد، طفل هلا خلقين اسمه الصليب، اسمه الصليب. شو هالنظرة؟ لا إذا بتشوفوك عم بيتطلع يعني طالع مأجرم على الحياة. قال لي المعطر وصل الصبح. عن جد كنت بزيت الحديث مبارح إنه مين إله قلب، رغم إنه بتشوف هلا عصر ولادات كتير يعني من ورا قعدة البيت وكورونا، كيف واحد إله قلب يجيب ولد هون؟ هلا الحياة بدها تكمل، وبأيام الحرب أهلنا جابونا وكل هالخبرية، بس هلا هلا لا جريمة. الله يخلي كل الأولاد بس إنه شو بدك توعدهم؟ يعني رح يطلع فيك بيوم من الأيام يقول لك إنه لشو؟ ليه عملت فيني هيك؟ ليه ما حملتي حالك مثل هيدا المسلسل وخلفتيني بشي مطرح؟ تعطيني شي باسبور عليه القدر والقيمة. ولكم تو جهنم بيبي. أي والله هلا برجع بقرا رسائلكم كمان مرة، يعني لو بدي تقل عليكم اذكروا عماد بصلواتكم والله يخفف أوجاعه ويرجع لنا إياه بأقرب وقت ممكن يا رب. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على الطوش وتصفى القلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم بيزول. يا رب يا رب يا رب نفتكر حالنا أقوياء، نفتكر حالنا قادرين نواجه كل شي بيصير معنا بالحياة، نلاقي حالنا بلاك ما قادرين نحمل بقى خبرية. يومياتنا صايرة تقيلة عقلبنا، ما منعتل هم حالنا بس، منعتل هم هالولاد اللي جبناهن عالدنيا وعدينن انو نعيشن عيشة فيها كرامة عن جد مش بالحكي، وانو نأمنلن كل اللي بيحتاجوه، لانو هيدي مش هبة منا، هيدي مسؤوليتنا. ياما في عالم هالمسؤولية ما عم تقدر تتحملها، عم بتجرب بس ما عم تقدر، عم بتلاقي كل هالبواب مسكرة بوجه وهالدنيا برم دوليبة برمة كبيرة، ورغم ذلك تعود لتشرق شمسك على الجميع وتعطي كل واحد منا بحسب حاجته من القوة الصبر
من الأمل من الرجاء، وإلا ما كنت أنا هون واللي عم يسمعوني ما كان كل واحد بمطرحه. هلأ كنا كلنا استسلمنا بشي مطرح هيك من فراغ، قاعدين محلنا لا عم نعرف نقدم ولا عم نعرف نفكر ولا عم نعرف نعيش حقيقة، نعيش مش هيك ندعي انه عم نعيش ونتعايش مع كل الذل اللي نحن فيه. يمكن اخطأنا كتير وكان بدنا اياها الكف لنوعا، مثل ما دايما ناخد الاشياء اللي منحبها على اساس انها موجودة كل الوقت منيحة وممتازة، ما نفكر ابدا بانه بلحظة ممكن نخسرها او نخسر اي حدا او نخسر اي شيء. اليوم نحن مش امام بقلب الخسارة، خسارة وطن بكل ما يمثل من امان وسلام وهناء وإمكانية بناء أحلام وتطور كتير قاسي هالمرحلة على كل الناس، حتى من مدعي السعادة وحب الحياة في شي عم بينتاخد منا، في أرض عشقناها وحبيناها حبينا فيها وعلى طرقاتها عملنا عليها حفلات ورقص وغنانة، وعن جد احتفلنا بالحياة فيها ورا كل موت ورا كل صدمة ورا كل اغتيال ورا كل حرب. صرنا بمطرح تاني، مطرح انه عم تتاخد منا. يمكن فجأة شعرنا بالانتماء لألها هالقد ما كنا منتبهين، ما بعرف، وأخطأنا طبعا، بس يا رب ردلنا إياها. في عن جد كرامة، مستقبل للولاد، ومطرح آمن. هيدا الأمان ما بيقدروا يحققوا الناس اللي على هالأرض، بده يجي من عندك، بده شيء أعجوبة، لأنه على الأرجح كل الحلول اللي عم بيطرحوها علينا وكل اللي عم بيصير من مهزلة وكذب ونفاق ما عم بيودي لولا نتيجة. في ناس استسلمت وفي ناس تكمشت فيه أكتر لهالوطن، في ناس بعد مستعدة تناضل وتموت، وفي ناس أكيد فلت، وفي ناس باقية لأنه ما قدرت تفل، وفي ناس باقية لأنه ما بدها تعطيهم البلد ينهو. بتخلي هالحكاية الحلوة اللي اسمها لبنان تخلص على يد مجرمين حرام، حلوة ومباركة وكلها خير وقدسين وجمال، رتلنا إياها، تشفع فينا، أمين. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على الطول وتصفى للتواصل مع يا ريما فيسبوك تويتر إنستغرام ريما جيم، واتساب 7111120 7111120.
يا ريماس quote of the day. ليس كل ما نشعر به يروى، لذا خلق الصمت والغياب والهجران. يا ريماس quote of the day. ما بدي لك شو بني. كتير حزين الغنية، بس كتير فيها حنرقص على الأحزان يعني. توني سمعان بونجور، قال لي الله الله على هالكود، ثانك يو. قال لي على قولة فيروز بلولو، شو جاي تقول خلف الحكي؟ شوفي شوفي انا هلا لطلعت بوجهك لانه ما عاد في شي بقلبك. وبالمناسبة توني، شفت امبارح على انستغرام بوست، الله الله شو الغنية الحلوة لأنغام، كتير قوية. ليس كل ما نشعر به يروى، لذا خلق الصمت والغياب والهجران. لشو الحكي؟ صراحة مش حلوين الناس اللي بيحكوا كتير بالعلاقات كمان، يعني هيدول اللي بيعملوا مثلا تعا عايزك ايه نجرب نعمل شي لهالعلاقة، تكون هي شو ميتة يعني، ولا كلمة بتشيلها من محلها ولا شي يعني، خلص انه ميتة وانت ما لا يعني لا قدرة لك يعني على شيء، يعني ماكسيموم بتدفنها بتعملها مقتم لذيذ حلو كرمال الايام الحلوة وبتفل بحضارة. في ناس بيحكوا كتير يعني، يمكن محاولات انه يجربوا ما بآمن انه بتزبط اغلب الوقت، لانه الحكي بصير يزيد بشاعة، لانه اذا سمعت كلمة من هون انت رح ترد عليها ورح تقول اشياء حقيرة احيانا بحق الآخر، يعني رح تطلع له كل ضرباته السخنة، كل كلمة، كل بشاعة فيه، وتعمل نهاية يعني دراماتيكية، وتصرف وقت وطاقة على الفاضي وحكي. تعال عايزك، قال لازم نحكي بعلاقتنا، بكون وين خلصت؟ فقوم حمول حالك وفل. في شي بالحياة عتاب مثلا بغنوله كتير وهيك، وبيقولوا انه تعاتبوا، انا ضد هالمشروع كله، في اشياء بتنحس بس بتنقال. هلا البوح لذيذ بس مش العتاب يعني لذيذ بس للحدا انه يفضفض واحد، بس مش انه عتب عليك انك نهار 3 ايلول 1980 قلت لي مش عاجبك فلة مثلا، عرفت كيف؟ خلص واحد حملهم كل هالوقت غالبا ما بيعملوا اي تغيير بالاخر، لانه عموما ما حدا بيتغير، بدعي انه رح اتغير كرمالك ورح اعمل مدري شو وتضحيات وخبريات تمثيليات يعني. ليس كل ما نشعر به كتير، يعني كتير فيها مورال هالغنية، كتير قاسية وموجعة بالحياة عموما، ترجع تنسقى من نفس الكأس بكل المطار. ليس كل ما نشعر به يروى، لذا خلق الصمت والغياب والهجران. شو مسلطن نضال، كيف الوضع عندك؟ عم بسمع صوتك يسمعني بيقول هيدا عم بتبس من السويد، نضال مزوق طبعا، شو عم نلعب؟ مين هيدا؟ جان جاك، هي رقم جديد؟ ما طلع لي اسمك.
العتب على قد قدر المحبة. ايه دخيلك ما تقلي ما تقلي ما تحب هول بيستعملوا هالجمل بيزعجوني. بدي اقول لك شيء وكلمة على جنب وعايزك بموضوع ايه بالاخر شو صدق تعتب علي اخر الامر لا بينشرك بالاخر بقول لك العتب على قدر المحبه. حبه ما بدي تحبني ولا تطوشني يعني بلاش العتب. ليس كل ما نشعر به يروى, لذا خلق الصمت والغياب والهجران. ولو ما بحبك ما بقول لك عملت هيك لان بحبك. شو هالسقاله شو هالتقل الدم مثل بالعمليه شوي بيطلب منك شيء خرافي انت يعني انه من وين لوين بالأملية. شو يعني مسيو بالأملية ما فهمت. بعد ذكروني شو بعد شيء من هيدولي العتب عقد محبة. ايه لا انه هاي جمل بيستعملوني شو بعرفنا ايام راديو سترايك مين كنت حبه وقتها انا. ايه انا كرمالك عم بقول هالشي غيره. بعد في اشي اقوى مش عم تجي عبالي. شو هاي دليليان هاي عندكم تنقال وعنا كمان ما بعرف اذا عتبته وجبته بظن هيك عم بضربك لمصلحتك. ايه شو اله حصة بحياتنا هان شاكر. احلى شي لما بتعرف انه كلامك منه رايح لا بالهوى ولا بس على الهوى معلم بشي مكره. صباح الخير. مجرب يعني اشتغل على نفسيتكم ونفسيتي طبعا. انا امنت اوكي يعني بعد ما طلعت من الازمة تبعي لارجع فوت باشياء تانية يعني الحمد لله مش ازمة بس انه هيدا لما يصير معك شي بيضلوا بفكرك ببالك وبوقتها بتكون قوي كتير لدرجة انك تلفت نظر الجميع انه شو هالقوة. في ناس يعني بوقت المصايب يعني بيوقفوا كتير قوية بعدين لحالهم لما كل شي يمشي الحال بيوقعوا يعني انهيار. بس منيح انتو هون. يلا ديفيد انت نبقى لك اللي كتبته هلا على تويتر. سلم لي على الضو اللي باخر النفق انت وقاطع. قال لي صباح الخير هالحلقة الحلوة بالبقى أغنية مهما تأخر جاي. مضلنا هيك وعدين حالنا انه هيك سوقت انه ما بيجي يعني لك هالصورة البعتلي فادي مش شايفنا منهارة. شفت بعتلي صورة كندا قال عم بسمعك انا وعلى البلكون مدري قد الساعة هلا الفجر عنده ليل يعني او اكتر ما ضو ما طلع الضو. لك الكهرباء عندكم كهرباء بعدنا دافعين مبارح ورياض عم بطبع اخذونا من مصرياتنا ليضولنا الضو. لا مش معقول لا مش معقول. ونزلت لهم ميرسي قال شو هالشعب شو هالشعب البلا بقوي شو هالشعب ما بيقول ميرسي عيب الشوم عليكم. رح زورهم يوم الخميس واشكرهم على انقاذ إلي وعماد من الحادث مروع. بفهمك انا عندي ولد وحيد وبنت هني كل شي بدوني. Thank you توني قلت ياهن يا رب. ما شفته لنعيم ما انا عملت له فولو على تويتر. قال نعيم حلاوي كاتب بعتت لي عرشو من سبين بيعطوا شركة الكهرباء تشتري محروقات من مصرياتي لا بيسألوني ولا بيقولولي ميرسي. صاير عم حس حالي ترتور. اي والله نيحة شال مضحك المقرف هيدا. علي حجازي thank you. احلى شي انت على الصبح مش احلى شي باقي بلبنان بشرفك. لا يمكن انه اخد هالميكرو وروح لمطرح يمكن اخدكم معي ما بعرف. شوف كيف بيطلع صوتي من غير مطرح اذا طاقة اكتر
I'm out coming. Thank you. Thank you. شكرا. ربيع كان عم بيقول لي عن هول جمل. ايه بعرف هيدي لا بتجي هيك بتجي باكج هيك. انا بعرف مصلحتك اكثر منك. مين انت؟ ليه؟ Thank you جوني. المعقولة تروحي بلينا؟ الحمد لله على سلامة وحيدك. كتير قوية الجملة وحيدك الكلمة يعني جارحة صراحة أكثر من حدا قيل لي إياها بعرف ليه نو. هيك بتقطع القلب. الحمد لله الحمد لله. كارلا عم شوف شو كنت كتبتيلي انتبهي تسافري وتتركي عائلتك هون لأنه إذا ما رح تخرب أنا رح أخربها أو شي هي كبر عقلك. استاذ فرج صباح الخير. سلام بعدنا عم نسمع صوتك يعني بعدنا بخير. سلام ثانك يو. طولوا بالكم بكره بيجتمعوا جبران وسعد ومنعيش احلى عيشه. استاذ ايه انت استاذ هيدا هو الضو اللي بالاخر النفق يجتمعوا جبران وسعد ساعتها بيكون المشكلة فيكن إذا ما شفتوا الضو بآخر النفق هي قدامكن ليك. لا وأكتر شيء أكتر شيء عسيرة هيدول القصص امبارح أنه طلعت لقيت أنه عم بيكتبوا بالليل هاشتاج أنه لحظة عن وزير التربية شو اسمه الهاشتاج يا فادي ساعدني شيء انه وظف حدا سيدة مسيحية عونية بشيء يعني وظيفة او مركز عرفا هو للطائفة السنية فقامت لقيامة على تويتر مش هون المشكلة روقه قامت لقيامة انه عم بيأذي السنة وعم بقشطن صلاحياتهم وعم بقشطن مراكزهم وهيك وزير التربية اوكي لهون عادي. قال ردود الفعل عند الناس الضد مش معقول شو انكم طائفيين. قال بيقولولن هن الطائفيين بيقولولن مش معقول شو انكم طائفيين. هلأ انه ما عليه يعني اذا انشالت عند السنة عطت للمسيحية مهم الاكفاء باردون. هلأ صرت انت جماعة الاكفاء من امتى حبيبي كونتونيت انت شو مفتكر حالك دولة يعني بكذبوا الكذبة وبيصدقوها كل واحد ممسك بالمركز بالوظيفة مشان مصلحة الطائفة. قال اه يعني بعيشوك ياها انه ما لازم انه تهجموا على الوزير وانه هيدي انه بسيطة وما دخل الطايفة بلا دخل الطايفة ما كل شي طايفة هون لشو في شي يعني مش طايفة يعني هيدي بدها يسلم لي المفتكر حاله عايش بوطن يعني ومصدق يسلم لي انا المجذوب يظلم السنة ايه هلا كتير العنوان كبير شو وديون وعايف ديني يعني اليوم كمان فرج بيأكد لي هالشي بفتكر انه لما بصير الانهيار حتى الكولتور يعني حتى ثقافة الناس بتقشط مع الانهيار مش بس تقشط الليرة وبتصير ماشي ورقة بيقشط كل شيء واذا بتلاحظوا يعني انه بتشوفوا قدامكم كل شيء حتى نحن احاديثنا حتى الاعلام اللي كان قبل انه ينتبه على كل كلمه بيقولها وما يجرح حدا وما يضايق حدا اليوم هو من الناس يعني عشوائي رح يطلع يسبق مسبه بيرجع بيطلعوا لك هدول تبع الضو باخر النفق بيقولوا له مش معقول شو هالاعلام كيف صاير مثل ما صاير بالبلد انه عادي كمان هو صورة عن الانهيار فبتقشط الاخلاق بتقشط التربية بيقشط كل شيء مش انه بس الليرة فطولوا بالكم
حاج عاملين لحالكن عايشين ببلد وقال لحظة امبارح يعني عم بحضر والله العظيم خجلت. هيدولي هيك شوية اخبار انه مرقوا امبارح مني مركزة كتير يعني مش فاضية, بس انه بيقولوا لك انه مدري مين قدم مصاري لسكانر وشكروه انه بده يصلحهم تبع الكابتاجون عشتون نطروا يعني السعودية لتوقف كل شيء استيراد وقرروا يصلحوا السكانر. شو يعني في هبات لتصلح السكانر؟ ييه وبيطلعوا بيحكوا على الهواء انه هن يبال بلد المنهار من لا شيء, يعني انه هيك فجأة اجت ضربة من فوق خلته ينهار, مش انه منهوب منهار بفتكرين انه بدون يفرجونا اياها على اساس انه هو انه سبحان الله النهار ما بنعرف كيف. ماذا بعد؟ في كتير اشياء بتخجل صراحة. شو رأيي بمقدمة الجديد مبارحة؟ ما حضرتها ليش؟ هو شي جبران ما جبران اشياء شخصية ما بدخل إلا علاقة بالإعلام أو شي رفع عليهم دعوة أو هيك. سوري ما كنت إنه متابعة, بس يعني بالتواتر وصل لي هالشي. ما بعرف شو رأيك أنت رالف إذا حضرتها كلمة وكلمة خبرني. بفتكر إنه هيك إلا علاقة بهالشي بيسقط حكم الفاسد أو هيك رفع دعوة حدا أو شي. ايه مزبوط اجاب, قال لي سكانر وحدة بترابلس بدون يجيبوها على بيروت. ايه قال لا قالوا عم بيستكملوا الاجراءات القانونية انه ليجيبوها من ترابلس على بيروت. بيستكملوا الاجراءات القانونية يعني تسمع انت الاجراءات القانونية بتقول انه اف هي تماما مثل انه لقطوا متسول معه حشيشة. يعني قال لي ضل تاخذ لك 15 كونتينر تهريب قبل ما توصل. يعني ملك حبسه واحد بقصة الكابتاجون بس هيك مشان ماء الوجه قولوا اي شيء اي شيء هيك هيك عم بتكذبوا ليل نهار وتعملوا حالكم دولة شيء يعني هيك كرمال شكلنا قدام العالم. إليكم يا أصدقائي كل ما زعلتوا اليوم كل ما حسيتوا أنه في أزمة كل ما نزليتوا بالطوابير تذكروا خبر صار إلى اللبنانيين أزمة الكهرباء إلى انفراج دغري بتنفرج أساريركن دغري. خلوا عندكن هيك لأيام الشدة يعني تنبسطوا. خذوا لكم وزير المال اللي بقلكن انه السلفة لشهرين وبعدين الله بيفرجها. رجالات دولة شو بدي قلكن كيف يعني الله بيفرجها يعني. وبيقول كمان انه كنا عم نسأل الصبح انه لماذا لا يتجه شرقان يعني ومعلمة انه محتضنيننا الجماعة وبيبعتولنا كل شيء وما رح يخلونا لنجوع ولا نعطش ولا تنقطع عنا الكهرباء ولا الانترنت ولا شيء. بيقول بمطرح بهاللقاء الفظيع انه بناء للبناء حول نتيجة المفاوضات مع العراق لاستيراد الفيول الكشف غجر عن زيارة قام بها الى العراق التنين الماضي لاستكمال المفاوضات مع الوزارات المعنية بالعراق لاستيراد 500,000 طن من الفيول بدفع مؤجل. تبع لك معنا وما معنا لكن هناك بعض الإجراءات التقنية والمالية يجري العمل على حلها بين الحكومتين.
عند إنجازها بصير بإمكاننا استيراد الفيول العراقي بوقت قريب. يعني ما فهمنا شيء من كل الجملة، أنه على أساس المفاوضات مبلشة من قبل وعلى أساس أنه هيدول بيقبضوا، يعني مش العراق بس، أنه كلهم جماعتكم بيقبضوا باللبناني وهيك بنطبع لهم وبنعطيهم. طلع لا وقال كمان غير أنه الكوت أوف ذا داي أنه الله بيفرجها، أنه أزمة الكهرباء رح تتجدد بحلول فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة كمان متى يو، يعني بأغلب المناطق اللبنانية، موضحا أنه سبب أزمة الكهرباء، قال عم بخبرنا سبب أزمة الكهرباء اللي إلها 30 سنة مالية بحتة وبتتعلق بصرف الاعتمادات بمصرف لبنان، وبالتالي وزارة الطاقة ما بتتحمل مسؤولية التأنين القاسي بالتيار الكهربائي. وقال الموافقة الاستثنائية على طلب السلفة رح يرفع ساعات التغذية تدريجيا، لكن منه الحل النهائي للأزمة اللي رح تتكرر مع نفاذ الفيول، لذلك سنحافظ على حد معين من التأنين. وحياة الله شيء خرافي، يعني كيف انت مثلا شاري كيس بزر بده يضاينك جمعة بصير كل يوم تاخد منه كمشي، هيك يعني هو عم بيصورها للقصة. كرمل هيك رح نقنن شوي بعد نحافظ على شوية تقنين لنستخدم هالكمية لأكتر وقت ممكن تضيننا، يعني يلا يعني هيدا تصريح مسؤول يعني بموقع قرار، يعني مش انه هلأ هو انه تكنوقراط انه مبدئيا وراح على العراق يعني يلاقي لنا حل. يعني كتر خيركن عادلة، صباح الخير عادلة، صوتك هو الأمل مخلينا نكفي بصعوبات هالحياة حبيبتي. كل يوم بس نسمع صوتك بيعطينا بوش، مع أنه عم نقبس أنه بي 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 بطاقة إيه حتى نكفي. بحبك رم روم، تانكيو. تمت الشحادة بنجاح، عبينا بنزين ب20,000 بيتر، مبروك. ما بدي خبرك أحسن ما يعني اتغار، فولت بارح يعني برمت الدنيا كله مسكر، حاطين هيدي الربان انه ما تقرب. ف سبحان الله اللي قدي بديك، قلت له قدي عم تعبي يعني قدي بديك، صرنا هيك لا قدي عم قدي بتريدي، قلت له هي نصها بس انه فينا نفولها، لقيت كرمي قلت له وش سي فمفولي هلا نازلة عن نضال هالجماعة فيها. شكرا لكم. ايه فتت بالريبان قلت له بونجور، اقولك عم ايه تفضلي وظننت انك تعرفي نومي. انا كمان صرنا اثنين مفولي. عارفه بدي اعمل له دعاية حرام، يعني كان منيح بتطلع يا رون بوان جلتون وبتلف فيك كأنك ريجعة نازلة، أول ترمبة على اليمين، شو رأيكم؟ ما بعرف إذا بعده بس إنه هاي صارت مبارح معي. بعتولي بدهن نادين مل... لا وعلى فكرة مش هيك دغري، لأنه يعني كنت مرقت أول شي مسكرين، قال لي رجعي بعد ساعة، أنا رجعت شي بعد ساعتين تقريبا. هيك صار الحمد لله على السلامة. تلاقي جورج عبود باي ذا واي بي ان لبنان، جاي على لبنان هالشهر لو شو ما صار. معقول شو عاملين بالناس اللي جايين من البرازيل؟ هن لازم ينحجروا، عم بيعطون قال فيك حجز بأوتيل بس ما قالوا اسمه، ما انه ولحتى ما يعملوا حجر بالبيت بيعملوا انه هن حاجزين بأوتيل ينحجروا فيه. يعني حتى وصل الفساد لهون،
وقال بعتين لهم سيارة من الأوتيل أو شيء ما بعرف هيك ايه بيقبضوا يمكن بالكريدت كارد أو شيء بس عم بيكذبوا عليهم فضيحة يعني هيدا البعض ناقص ما بتلحق نومي أنا وصلت بتعرفي أنا عندي مشكلة بأنه مثلا اللي بيقولوا لي رفيق امبارح قال لي أنه معقولة لعبي بعشرين ألف بدي أدفع خمسة آلاف أو عشرة آلاف للي على الترومبون إيه أنا ما بقدر أدفعها هيدا بدفعها هيك إذا غسل لي الإزاز أنا بدفعها بس إنه رشوة إنه مثلا قال في جمل بيقولوها أنا بعد ما يعني ما صدفت حدا من هالنوع في جمل بيقولوها للي عم يشتغل على المحطة بيقولوا له هو بيقول حنزبطك يعني إنه هاي مدفوعة مزبوط فهم بيقوموا بيدفعوا قدام يعملوا مصاري يا بابا هيدا كله في برطيل الكبير برطيل بشش الصغير برطيل نومي أنا وصلت لعنده اليوم قال لي بدك قدي بديك قلت له يمكن ناقصة شي 40 ألف ايه معير الفرد على 45 انه هو كريم انه ايه شو فينا هيدا شو دسمان قال ترمبا هي هي افتكر ايه انا جبت لها صورتها هلا انت نضال ايه السؤال سألتني ايه مزبوط ريما بونجور ابني عمره 15 ونهار السبت بالليل نحن ونايمين اخذ مفتاح السيارة وراح فيها وعرفنا من جارنا تاني يوم وجن جنونة مش عارفين شو بدنا نقاصصه ايه بفهمك صايرة معي مبدئيا بتذكر بفتكر كان جايب تليفون جديد شلته سبقته بالحيط عملته 100 شقفة هاي اول ردة فعل بعدين كملت المجزرة هلأ ما بتنعمل بقى هلأ كارثة يعني هلأ عليك بس ايه لازم يتقاصص اكيد حكينا معه لازم كل الناس تشوف الحادث تبع ابني اصلا قالت لي حكينا معه وفرجيته فيلم الحادث تبع ابنك قلت له شفت الحادث على ثواني يا ماما بتعرف اذا البوليس لقته كان اخترب بيتنا وراح مستقبلك مزبوط انت ريما اخدها يعني بسويد انه عم تحكي بوليس وما بوليس هلأ انتبهت اناي انت بسويد يعني كل الولاد مثل بعضها ليلى كيروز بالمنصورية مفرق راس المتن هلأ فولت عم بيقول لي نضال انه كورال عم بفولوا ليه كورال عندهم يعني والبقية مسكرين كورال تابع على الوزير لأقوى وزير تبع الله بيفرجها ما مثله هيدا ما هي مثله السهام بعتت لي نو كورال أستيك السهام لأنه عجقت علي صراحة لأوسكار يمين إسي فرير كلنا عارفين هالشي Thank you جورجينا حبيبتي شو بعرفني خلينا ما نخبر هيك إشياء لأنه عندي كتير ناس بيسمعوني جايين على لبنان وعم بيشوفوا ستوريز على انستغرام ومحمسين وبعرف كتار منهم فخليهم على نيتهم أنا بضلوا ساعة واقفين على الشبك ما بعطيهم شي طبعا أبدا وليد ما عندي ولا أي معلومة بس اليوم بسألك بعتلي أنه إذا في مهرجانات هالصيفية لا هو مش من وراء الوضع الاقتصادي بفتكر من وراء الكورونا ما حضروا هيدي بتتحضر قبل بسنة مبدئيا بس بكرة بتشوف بكرة بيعملوا يعني مصغرات بس انه تبع حب الحياة وهيك بتضل عايشة الله ينجينا من الخريف ما
بعد بكير يعني خلينا نبسط بالصيفية هيك العالم يعني هيدا التعبير بتسمعه. هلا تركوني بدي انبسط بالصيفية وعمهل الوصل ليوصل. هيدا تيبكلي لبناني. لنشوف بأكتوبر مثلا شو بدك تنبسط بعد خلص خلصت خلصت الشمس والبحر والسانسات والجزدرة والأعراس والعمادة والتخرج وخلصوا المناسبات السعيدة والحفلات وبعدين بيكونوا كمان خلصوا مصريات المزود وكون عن جد متكلين على الله ساعتها وبتجي كورونا ونرجع زيت الشيء. لا مش معقول مش معقول هيك قلنا بال 2020 100% خلينا نعيش صيفية وبعمهل الواصل ليوصل. في انتخابات سنة الجاية اكيد في مهرجانات هالصيفية ليكبوا مصاري. هلأ من كل عقلك جورج في انتخابات. أول شيء إنه ما في مصاري ما في أكاتر ما في ورق أكاتر ما في ألم بيك. منين بدو يجيبوا مساعدات الدول المنحة بيعطوهم مصاري ليعملوا انتخابات؟ ما لازم نقبل غير بانتخابات عم بيراقبوها الأمم المتحدة لأنه هيدي إذا صارت رح تكون القاضية. يعني ما بعرف مين لازم يراقبها. العالم كله لازم يراقبها صوت بصوت ورقة بورقة لأنه جماعة ما بيتأمن لهم. يعني صوتك ما يعني تعطيه أنت مثلا شو عرفك؟ جماعة سرقوا ونهبوا وفجروا وصدروا كابتاغون وسرقوا مصريات الناس وبعدهم واقفين على اجريهم عم بيتوقحنوا علينا كل يوم وبيضحكوا علينا وبيكذبوا علينا وبيسرقوا لليوم. يعني كيف قلن قلب ما عاش في شيء ينسرق بعدهم بيسرقوا ايه انه بيعملوا انتخابات نزيهة نزيهة ايه سيك. سلم لي على نزيهة باخر النفق عشان ما يقولوا عم ندحوش لورا سيك. حط ايدك بالصندوق مشان ما يقولوا عم ندحوش الوراق دحوش. ايه شطي بسمك ايه ايه سيك. ايه حط بايدك بالصندوق مشان ما يقولوا عم ندحوش الوراق دحوش. ايه جد يا على لبناني عم اهل الواصل ليوصل. بشوفكم بكرة اذا الله اعطانا عمره صحة تضلوا بخير. The Rima and James Show with Rima and James. Weekdays on Sultan Red starting at 8 a.m.